هلا بشوفك. احترامي. اهلا وسهلا جوليا خانوم. اهلين بحضرتك. صباح، ارجيتوها للمدام صور سامي اوجان؟ نعم سيدي، ما قدرت تتعرف عليه. تم اثبات انه المقتول الثاني انقتل بنفس الوقت اللي انقتل فيه زوج حضرتك. ممكن يكونوا من قبل على صلة مع بعضهم. اذا ضغطتي على حالك شوي بركي بتتذكري اذا شايفتيه. بالتحقيق قلت هالشي، ما شفته قبل هاي المرة ابدا. طيب، عم تعب حضرتك معنا كثير، تفضلي لحتى ودعك. سيدي هاي هي، قلي كرمال الله، هاي بتكون مرته للواطية اللي قتل لي جوزي ووصلنا لهي الحالة؟ يا خانم اهدي شوي، مو مثل محضرتك مفكر. أنا بعرف يا سيدي وشايفة كل شي، من هيك عم أحكي. طلعي فيني يا خانم، مبين إنك غنية وصرتي هيك من طعن المساكين يلي مثلنا بظهرهم، بس هديك اللقمة الحرام رح تفوت جواتك وتقتلك بسمة. صدقيني رح يجي يوم ورح خليكي تندمي عليها. مين هاي الست؟ شو عم تقول؟ مين أنا؟ طلعي فيني منيح، طلعي منيح لحتى ما تنسيني. أنا أم اليتامى اثنين يلي قتلتي أبوهم المسكين، الست يلي مات زوجها وترك لها كوم لحم، والست يلي رح تدفن زوجها. عرفتيني هلأ؟ عرفتيني؟ أهدي يا خانم وطولي بالك، أنت وقفي هون. صباح، أنت وصل جوليا خانم لبرا، يلا. بترجاكم تشرحوا لي شو عم تقول هاي الخانم عن زوجي؟ تفضلي، برا أنا بشرح لك. خديجة خانم لازم تمسكي أعصابك، معك حق، بس بالنتيجة زوجها هي كمان قتل مثل زوجك. ما قدرت أمسك حالي يا سيدي، لما عرفت مين هي ما استحملت. طلع بهدول كانوا عم يقولوا من الصبح يا سلام رايحين نشوف أبونا، ما قدرت قلهم، ما قدرت قلهم أنه أبونا. كوني متينة، بالصبر والإرادة بتصيري أقوى وبتقدري تعملي المستحيل. أنتي أم والحمل على كتافك تقيل، بس الله بيبلينا وبيعطينا الصبر كمان. لا إيه اللي قتل زوجي سيدي، لا إيه لحتى طفي ناري، الله يخليك يا سيدي. لا إيه. معلم، معلمة ممكن لحظة؟ وعد بشرفي وبإذن الله أنا رح لاقي لهداك القاتل وامسكه. وهلأ روحي وادعي لجوزك مشان الله يسامحه ويغفر أخطائه ووسع صدرك، فكري بولادك وتركي لي كل شيء، تمام؟ شوفي، تسجيلات كاميرا المراقبة جاهزة معلم، على الغالب لقينا شيء، تعا معي. هاي هي الصورة معلم، الموظف بده يفوت لجوا ومسعود كان عم يمنعه وبيتناقشوا لفترة، وبالنهاية الرجال بيقنعوا لمسعود وبيقدر يدخل لجوا. كل هذا كان صباح اليوم اللي انقتل فيه مسعود مو هيك؟ ايه معلمي. شوف هون، ايه هون، بعد ما يفوت الزلمة لجوا الكاميرا بطل التسجيل. هذا اللي رح يقتلني من الفضول. لك هذا الرجال مو هو الشخص يلي لقينا صورته على كل الوثائق؟ طبق الصورة يلي عنا، يعني سامي المزيف، وأنا بذكائي لقط تفصيلة تانية صغيرة. معلم صديقي أنت أعطيني مكانك شوي. قديش ممكن تكون مهمة أنا ما بعرف، بس لفتت انتباهي معلم. شايف اللي بإيده معلم؟ بالأول فكرتها مصاري، بس لما منكبر الصورة شوي في شيء أمار. هاي يعني هذا الرجال أمرجي أكيد معلم. لو قدرنا نلاقيه بشي مأمرة. برافو عليك يا أمين، عن جد عجبتني، عم تكتسب مهارة. شكرا يا سيد حكم الدار، هاي تربايتك. نتصل بجماعة الأخلاقية معلم، بس يعني طبعا رح تطول شوي. في طريقة أقصر من هيك، أنت طالع لي صورة لشوف. حماتي. مرحبا سيدي. أهلين نيفين، أنتو شو جابكن لهون؟ أنت مو قلت لنا مبارح تعوا بكرة لعندي لحتى فرجيكن البيت؟ اجينا مثل ما بدك. أنا هيك قلت؟ أنا قلت
قلت طبعا، يعني بما انكم قلتوا هيك اكيد بيكون قلتها. بالاول خليني اعرفك على معلمي، عثمان توبراك، واسم الدلع عثمان الرابع. المره الماضيه تعرفنا على بعض، شو كم مره بدك تعرفنا؟ مدام شرف كبير لإلي انه تعرفت على حضرتك. بالاذن منكم انا مضطر انه امشي فورا. شرف إلنا. ايه يا مين، انت كمان استعجل اذا بتريد، لسه عنا شغل الدنيا ناطرنا. الوظيفة شو بدنا نعمل؟ برجيك اياه مرة تانية ان شاء الله. يلا انا اسمحوا لي. والبيت والله وين بتروح هلا؟ يلا لا يحجك لحدا. شكرا معلم. مو قال رح يفرجينا البيت؟ ما صار شي، شو المشكلة؟ مين انا؟ طلعي فيني منيح، طلعي منيح لحتى ما تنسيني. انا ام اليتامى اثنين يلي قتلتي ابوهم المسكين، الست يلي مات زوجها وترك لها كوم لحم، والست يلي رح تدفن زوجها. عرفتيني هلا؟ عرفتيني؟ العوض بسلامك. الله يسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله العمر لكم. سلم على البقية بحياتك. راح. راح ابوك. الله يرحمه. لا تقولي شي دخيلك. عرفت الوضع، بس أنا ما كان بدي يصير هيك، بس بشو بحلف لك ما كان بدي هيك. خدي هدول بترجعكي، ولا تقولي شي، كبريهم لهدول الأولاد وأمني على مستقبلهم بلا ما تبهدليهم. خدي الله يخليكي. اي احلى كاستين شاي اكرك عجبنا الشباب، تفضلوا. اوه يا اهلا وسهلا عثمان بيك، اهلا فيك علينا البركه. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. شكرا. شو مكبر المكان كثير. بفضلك اخي عثمان، صرنا بشرفنا عم نكسب اللقمه بالحلال. مو مسكتني من ايدي وطلعتني من هذيك الدوامه، لساتني عم ادعي لك. استغفر الله، شو هالحكي، كل شيء من الله، نحن عباره عن اسباب صغيره. الله يخليك عثمان بيك. ما بدي اعطلك كثير، كنت بدي اسالك عن هي، يمكن تكون شفتها بشي مكان، تعرف من أي مقمرة بتكون؟ فيك تساعدني؟ ما عاد إنه خبزة بهالأمور بالمرة. بعرفها عثمان بيك، هدول فياد جرجوس يا أخي، لساته عم يعمل منه اللكان. ليك الواطي ليك. طيب بتعرف مكانه؟ بعرفه عثمان بيك، قالوا إنه نقل لمستودع بمنطقة دولاب ديري. انت اقعد وريح لي حالك عثمان بيك، وانا بدقيقتين باذن الله بجيب لك قراره. شكرا، تفضل. معلم انت كبير وما في منك، والله ما كنت بعرف انه عندك مشروع اعاده تاهيل المجرمين، والله ممتاز. استغفر الله، من زمان اجدادنا هيك كانوا يعملوا ويفكروا. اذا كان نحن عندنا القدره على مساعده هدول الناس، فبالنهايه الخير بيكون عم يعم على الكل. هذا الزلمة رجال نظيف، وأنا لما كان عندي شوية سلطة قررت بوقتها أنه أعطيه فرصة تانية، وهيك كسبته صديق وأنا كتير بحبه. طيب معلمي، بس دائماً بهدول الكتب التاريخية بتلاقي هاي التكتيكات، هذه اللي ما عم بفهمه. أنا هلأ رح أشرح لك ورح خليك تشوف يلي أنت قلت عنه. يا من أفندي، أنت أكيد مثلاً بتعرف السلطان عبد الحميد الثاني، مو هيك؟ السلطان الأكثر وحدة بالفترة الأخيرة من حياة العثمانيين، كان بيفوت لجوات النار وبيساعد، والملاعين اللي كانوا بيشعلوا النار دائما كانوا حاطينه براسهم. أعداء أكتار يعني. كان العهد الأخير من حكم الدولة العثمانية العالية حزين كتير، عن جد حزين. من جهة النار يلي عم تشعل بقلوب يلي بداخل الدولة، ومن جهة تانية التهديدات والضغط الخارجي للدولة.
الإنجليز والفرنسيين والألمان والبلقان والضباط الأرمن وروسيا كلهم بهاي الحرب مثل الذئاب عم يحاولوا إنه ياخدوا القسم الأكبر من الدولة العثمانية. هدول القتلة والمتوعدين كانوا عم يقولوا إذا ما زاحوا السلطان من النص الخطط يلي حطوها ما لح يرتاحوا بتنفيذها أبداً. طيب وشو عملوا؟ جبهة الاغتيال. شو؟ التاريخ 4 آذار عام 1905 يوم الجمعة. يوميتها نزل حضرة السلطان وراح مشان يؤدي صلاة الجمعة بجامع يلدز وطلب من الناس إنه يقلبوا جهنم على رأس العدوان برا. استخدموا 100 كيلو ديناميت. أوه. عملوا قنبلة موقوتة وحطوها تحت سيارته بالضبط لأنه عبد الحميد كان مثل الساعة على الدقيقة، فهذا الشيء خلاهم يضبطوا كل شيء. وعلى وقت خروج السلطان من الجامع هداك اليوم الله دخيله هو اللي أراد أنه يحمي السلطان من الموت. بالوقت يلي طلع فيه السلطان عبد الحميد من الجامع شيخ الإسلام جمال الدين أفندي بيجي لعنده وبياخدوا وبيعطوا بالحكي مع بعضهم كم دقيقة، وطبعا بهديك الأثناء برا بوم بتقوم القيامة والدخان يلي طلع يوميتها بيقلب نهار لليل وحرم الجامع يومها ما كان فيك تفرقوا عن ميدان الحرب بشي أبدا. هداك اليوم 26 بني آدم ماتوا، 58 جريح و20 حصان احترقوا، بس ما انضرت ولا شعرة واحدة من راس السلطان. كل الناس كانت رايحة وجاية بهديك العجقة، وكان في إنسان واحد هادي ويلي كان السلطان بنفسه مسبحته بإيده بيركب سيارته وبيسوقها هو بذاته وبيحمل حاله وبيروح للسرايا. كيف بهداك التوتر تحكم بحاله؟ ها؟ الأجانب المعتدين كمان سألوا السلطان نفس السؤال. تعرف شو قالن يا يامن؟ الأجل واحد ما بيتغير، نحن هيك من آمن. طيب معلم، ما قبضوا على اللي فجروا القنبلة؟ بوقتها تشكيلات الشرطة العثمانية كانت منيحة كتير ولقطوهم للفاعلين بوقتها. الحمد لله نحن خلصنا من هدول الجماعة من زمان، ما هيك معلم؟ لا، السلطان عفى عن المفجر. شو؟ وليش عفى عنه؟ الرجال عينك عينك خاين. السلطان عبد الحميد الثاني كان داهية، صدر العفو الحقيقي، ولما سنحت له الفرصة ليتصرف بحكمته طبق المقولة، خصص للأجنبي المفجر 500 ليرة معاشه الشهري، والشخص يلي كان قاصد انه يقتله استخدمته الدولة وعملت منه استخبارات. هيك السياسة بتكون، وكل إنسان لازم يحاول انه يضغط على هذا العصب، لازم يطالعوا من المجتمع ويستفيد منه ويفيده. فهمت يا يامين؟ تفضل أشمان بيك، هذا عنوان جرجوس. شكرا كتير لك. العفو، رح تروح من غير ما تشرب شينا؟ هذا وقت الشغل تبعي وبيكون عندي وقت طويل، منجي أكيد ونطمن عليك. يلا الله يقويك. الله معكم. معلم، ليش ما اجينا كبسة؟ نحن ما بنفهم بالأمار أبداً، ومثل الأمرجية دخلنا لجوا. اسمع يا مين، كل مهنة وإلها أسرارها، والأساتذة ما بيعلموا هي النقطة لشركائهم فوراً. رح تعيش وتشوف. هدول الرجال متعودين كل يوم على الكبسات، إلا ما يلاقوا حل ويختفوا. أدعي لالله إنه إذا ما مشي الحال يضلوا هدول الرجال هادين وملتهين. معلم، كأني لقيت الرجال. شرطة 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 ش
لك رح نكمسك. يلا يا شباب. واقف. واقف، لا تهرب. بعرف انك هون. يلا اطلع ارجيني حالك. لا تعبني. عم حاكيك. لا تلعب معي. اطلع لشوف وين ما كنت. تعال اقول لك، رح انصحك نصيحة، إذا مالك قد الشرب لما بتجي لهون ما رد تشرب مرة ثانية. اتركني. معلم. ايه طبعاً طبعاً أكيد بعرف، عملته بطاطا للبني آدم. بسيطة. حطه بالنظارة وبكرة بناخذ إفادته. أنت لوين رايح معلم؟ في مكان لازم مر عليه. امشي لشوف، امشي. سيادة الضابط، أنا كنت جايب شوية أكل وغراض للأولاد. الله يوفقك يا رب. تفضل اشرب شاي معنا على الأقل. تفضل سيدي. شكرا، ما بدي سكر. إن شاء الله ما صار معكم مشاكل يوم دفن المرحوم الله يرحمه. ما كان في مشاكل، الكل ساعدنا ووقف معنا. بس هديك الست كمان كانت موجودة، اللي كانت عند حضرتك هداك اليوم. كنت خجلانة كتير وحاسة بالذنب. جوليا خانو؟ بالظاهر وجعها قلبها علينا وتركت لنا هدول. قالت لي انتبهي على الولاد واهتمي فيهم منيح، وأنا خجلت من الكلام اللي قلت لها يا الصبح. الله يوفقها ويكتر خيرها
ويكتر خيرك أنت كمان. أنا اسمي كمال تاجي، ورخصة الشركة المزورة مسجلة على اسمي. كنا عم نلعب بس وقت شفتكن عم تطلعوا بالناس عرفتكن شرطة. بهداك المكان ما حدا بيطلع على التاني، كل واحد عيونه على ورقه وعم يلعب. وشلون عرفت انه نحن شرطة؟ آخر فترة انضرب شغله لمسعود، وكنت عرفان في شي مانو مزبوط. بما انه هيك يا لازم يخبر على حدا أو أكيد رح ينقبض عليه. وإلا ليش بده يلاحقوني الشرطة؟ مسعود ما خبر عنك، مات مقتول. انقتل؟ إمتى؟ إمتى؟ مين قتله؟ والله نحن اللي بدنا نسألك، مين ممكن يكون قتله؟ أنتوا شاكين فيني أنا؟ لا يا سيدي، ماني قاتل، مالي قاتل. طيب ماشي هدا، بلش احكي لي من الأول، كيف التقيت بمسعود؟ وكيف كنتوا عم تديروا شغلكم؟ صار لنا سنة، إجا لعندي بليلة على نادي الإمارة تبعنا وقال لي شو رأيك إذا اشتغلنا مع بعض؟ يا سيدي مو بيقولوا الأمرجي والنصاب دغري بيتفاهموا؟ اتفقنا، وهذا يلي صار. المعاملات حتى وراء الشركة، كل هاي الأمور هو اللي كان مسؤول عنها وعملها. قال لي لأشوف كيف كنتوا عم تنصبوا الناس. مو أنا، كان هذا مسعود بياخذ بضاعة وبيوقع شيكات وبيسحب قروض من البنك، وبعدين بيستغل الفرصة المناسبة وبيمشي. والناس يلي كنتوا عم تخدعوها كانت تلاحق الوراق وتروح للشركة المزورة، بالضبط مثل ما صار مع سامي أوزجان، مو هيك؟ مزبوط، مشان هيك كانوا بيقولوا عنا زبالة، لا عنا عيلة ولا معارف ولا أصدقاء. ليكو أنا ما دخلني بشي أبدا، صدقوني أنا بس عطيته صورتي وهويتي، وكنت روح لعنده كل فترة وآخذ حصتي وإمشي. طيب أنت كنت عم تاخذ كل الحصة تبعك؟ يعني آخر شي ما ضل أي حساب معلق؟ أبدا، ما كان في مشاكل. بس من شوي كنت عم بتقول إنه وقف الشغل، شرح لنا. آخر مرة قال لي صدقني ما معي مصاري، اتضايقت كتير وعصبت عليه، قام عطاني اللابتوب تبعه قال لي بيعه وبتكون أخذ حصتك، وهيك عرفت. وهذا الزلمة اللي زورتوا له هويته سامي أوزجان الحقيقي انتو بتعرفوا؟ لا، نحنا كنا بس بدنا هويته. ليش؟ لأنه سامي كمان انقتل، شايف الصدفة؟ وبنفس مكان مسعود. آه كمان رح تقلي ما كنت بعرف. هلأ فهمت، معناته الآب الأخير لمسعود، كان مصر إنه يلاقيه لمسعود، كان عم يدور عليه كتير بآخر فترة. طيب هذا آخر سؤال، وين كنت بليلة 5 أذار؟ ليك يا سيدي، أنا نصاب بس ماني قاتل ومستحيل أقتل، ومن أسبوع عم بسهر كل يوم بنادي الأمار، وفي شهود وبحلف كمان. بس إذا عم بتدور على القاتل أنا بدي أحكي لك شغلة. ليك سيدي، في عندك 3 أطراف، النصاب والزبال والموظف. كل المصاري نصب فيها على الناس لولا موظف البنك ما مش الحال. طيب وينو عثمان بيك؟ ماله موجود، صار لي كذا مرة عم بيجي. ما عم يجي، أغلب شغله برا. هديك المرة كمان حكيتولي هالحكي. استني إذا بدك، هو ما رح يتأخر. يعني برأيك قديش بده لحتى يصار؟ يعني مو أقل من ساعة. معناتها بدي روح وبرجع غير مرة. طيب على أساس بدنا نكحل الموضوع أم نعمينها؟ طيب شكراً كتير. أهلا وسهلا. معلم؟ طلع حكي له الزلمة مزبوط، اسمه كمال تاجي، وحتى قدرنا نعرف انه كان بالنادي هديك الليلة. بس في عندي اخبار حلوة، ونحن عم ندور بكمبيوتر كمال لقينا رسالة كتير مهمة، وبالاصل الكمبيوتر كان لمسعود. بس ناخد المصاري منهرب فورا، والزلمة تبعك لازم ما ينتبه، مشان هيك خليك حريص كتير.
كل أمورنا مزبوطة وأوعى حدا يعرف إلى آخره. كان في حدا مع مسعود قال منهرب بالمصاري، يمكن يكون موظف البنك هذا اللي حكى عنه كمال الزبال. ونحن كمان هيك توقعنا، بأحد البنوك اللي كان يتعامل معه وقتها في بنت كان بيعرفها مسعود، ليلى قموش. ليلى قموش كانت علاقتهم منيحة، بس الست تركت شغلة من دون أي سبب واضح واستقالت. هذا هو سجلها. طيب خلينا نروح نعمل لها زيارة للست ليلى قموش. من إمتى مرتك برات البيت؟ من شي يومين سافرت لعند رفيقتها. طيب بتعرفوا لهالزلمة؟ لا ما بعرفه. وانتو شو بدكن؟ وعلى شو عم تدوروا؟ بعدين رح تعرف كل شي، بس اولا بدي منك تخلينا نشوف المدام ليلى ونحكي معها بأسرع وقت ممكن. قلتلك هي مسافرة، راحت تزور رفيقتها كام يوم. طيب عنوانها او تليفونها؟ ايه في، بس خد العنوان من الاستاذ واتصل فيهم خليهم يدوروا عليها بهديك المدينة. امرك سيدي. بعد اذنك ممكن نلقي نظرة سريعة على كمبيوتر المدام ليلى؟ مو كمبيوتر، لابتوب، تاخده معها دائما. طيب ماشي، اعطيهم العنوان اذا سمحت. شو هو؟ ما كنا حابين نخبرك الخبرية، بس لازم تقدري وضعنا. وهلأ لو سمحتي حاولي تتذكري منيح وبأدق التفاصيل، بتعرفي إذا كان له عليها مصاري أو هيك شي؟ لا لا أنا ما بعرف أي شي عنها. بس بظن حضرتك من فترة كنتي شاكة بزوجك إنه عم يخونك. لا أنا لا لا لك، ليش عم يصير معي أنا هيك؟ ليش؟ رجاء اتركوني لحالي. ليش هيك عملت معي مسعود؟ ليش؟ 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 آخ يا معلم، كانت المي ماشية من تحتها وهي مانا درياني، كان إله كتير مشاكل ونصاب وبيلحق نسوان كمان، وفوق كل هالشي خان مرته كمان. نعمة معك عثمان توبراك. شو؟ كيف هيك؟ يعني كان كله كذب؟ أهلا، جايين فورا. شو في معلم؟ كان زوجها لليلى بيعرف كل شي شريك، بيعرف مسعود من زمان ومستأجر زلمة عم يراقبه. رفيقتها لليلى اللي برات البلد حكت كل شي. شو يعني؟ يعني حادثة انتقام؟ مسعود تعرف على هاي الست وزوجها لهي الست قتل مسعود، هيك القصة؟ يلا على السريع شريك، هاي الأسئلة لازم نعرف جوابها. وقف لك وقف، ليش هيك عم بيصير؟ ليش؟ يلا هات باص، يلا بس لأمه هاي الحركة وين فيها؟ يلا انتوا أصلاً عم تعملوا فيه هيك؟ شبك يلا هلا وقف انت، رجعنا بشوي بعد بعد يلا
يلا هلا بعطيك وقت. لك بعده. فوق يلا. لك وقف. والله عم تهرب على الفاضي. والله رح امسكك اخر شيء. لك شبك عمى. لك شو صاير لك؟ وأخيراً لقيتها. قلتلك وقف. قلتلك رح امسكك. تركني ماني عامل شي. لحقته بس ما قتلته. والله العظيم ما قتلته. ايه لك فهمنا. اصلا لو حدا فيكن قال غير هيك رح اشنق حالي. معلم مسكتلك يا. ما دخله. اتركه يروح. بس معلم بعد كل هذا الركض. شو قلتلك؟ الو صباح. تعرف اوتيل يلدز؟ طيب بدي قائمة بكل أسماء الزباين. برجع بحاكيك مرة تانية. إيه وين المكان؟ ها كلية الياسمين. تعو خدوا يامين ولا تتأخروا. يا سيدي شو اللي صار؟ وليش تركنا؟ وين رايح وأنا شو أعمل؟ روح لكلية الياسمين. خلص بعدين رح أشرح لك كل شي صار. سيارتك هي محركة رياضي مو هيك؟ إيه يلا بعيد. بس أنا رح جني يا معلم. أنت وين بدك تروح؟ لك قلت لك أنه بعدين رح تعرف. Thank you.
يعطيك العافية. الله يعافيك. فهمت عليك، لقيت الاسم بالقائمة. ما؟ بالله جد؟ شو هالصدفة هي؟ يا الله، يا سبحان الله. يلا روحوا على البيت فورا وخدوا كل شي بتلاقوه بالبيت، حتى الكمبيوتر صادروا كمان. يلا شباب فرجوني همتكن. يلا تو 40 بي على 121. والله لقيتها. يا صباح. نعم سيدي. يلا خلينا نروح. وينه يا مين؟ حضرتك بعته مشوار سيدي. شو؟ قال لي موضوع مهم. هاي مزبوط، هذاك الموضوع بسيطة. تعال معي، بدي اياك تساعدني هلا. ليش جبتوني لهون؟ لك شو بدكن مني؟ عنا اكتر من نقطة مو مفهومة بالتحقيق تبعنا. بدي اياك تشوفي هالصور. رجاءً، رجاءً لا عد تفرجوني على هالصور. حياة الناس كتير مهمة لإلنا، بترجاكي مانك حابة تساعدينا؟ قليلي، في أي صورة من هدول الصور لفت انتباهك شي؟ يمكن حضرتك ما دققتي صور منيحة قبل هالمرة. لا، لا ما بعرف شي. طيب، سؤال تاني، يا ترى الجيب باسم حضرتك ولا باسم مسعود؟ باسمه هو، بس الفيلا مسجلة باسمي أنا. غريبة، مسعود سجل الفيلا باسم حضرتك، معناتها هو كمان كتير بيحبك، وأكيد أنت كمان كنتي بتحبيه، ولا أنا غلطان؟ كيف بتتدخل بحياتي؟ مو من حقك تسألني هيك أسئلة. باليوم يلي انقتل فيه كانت الجيب معك؟ إذا ماني غلطان حضرتك رجعتي بالجيب من أنطاليا. إيه كانت معي. يعني أنتوا عندكم سيارتين جيب نفس اللون ونفس اللوحة ونفس الموديل؟ لأنه السيارة كانت مع مسعود باليوم اللي انقتل فيه. يمكن، مو متذكرة، يمكن هو أخدها. مستحيل، أنت رجعتي بالسيارة مع واحد تاني مو هيك؟ قليلي. لا، لشو هالحكي هاد؟
أنا بدي روح هلأ من هون، ما خلصت أسئلتك. شوفي لقلك، على طريق أوتستراد اسطنبول ومن الكازية اللي بتبعد 170 كيلو في حدا عبى بنزين بسيارتك وجابها، وكانت بليلة 6 أدار، يعني بعد بيوم من يوم قتل مسعود. ليكي لوحة سيارة حضرتك، وكانت جاي السيارة مشان تاخدك من هنيك، وأكيد أنت بتعرفي مين يلي جابها. ما؟ معناته أنا بقلك هذا الزلمة كان اسمه موجود بأوتيل يلدز يلي أنت كنتي حاجزة فيه ليلتين، وأنت كنتي بتعرفيه من فترة التسعينات بالثانوية. وكمان فيكي تقري اسمه هون. حضرتك يا خانم كنتي عم تلعبي فينا من البداية، والإيميل ما كان مسعود بعته لحبيبته، حضرتك لعبتي بهداك الإيميل مشان ما نعرف الحقيقة، وحضرتكن كنتم مخططين لكل شي مشان تهربوا مع بعض. لا لا، كل هالحكي هذا مو مزبوط. لا مزبوط، وهي الحقيقة يلي صارت. وأنا بعرف صحيح كان معه مصاري، بس كان كتير عم يأذيكي ويضربك، وكان عم يهينك عالطالعة والنازلة، وهذا الجرح يلي على رقبتك هو يلي عامله فيكي. كان معك حق انك ما عاد تستحملي وتحطي حد لهالعيشة التعيسة. كان بدكن تاخدوا مصاري مسعود وتبلشوا تأسسوا لحياة جديدة، ما بتقدري تعمليها لحالك، بدك حدا، وكان هاد حبيبك إبراهيم هو اللي قتله. وانت كتير شفقتي على مرته لهداك الزلمة، مشان هيك عطتيها ذهب ومصاري، لأنكم كنتوا السبب لعذابها، ما هيك يا خانم؟ قوليها قوليها ليرتاح ضميرك على الأخير، قوليها. إبراهيم قتله ما؟ إبراهيم ما؟ إيه حاجة، الله يلعنكن، هو اللي عمله، هو اللي قتله. إيه مزبوط. خدي نفس هلأ وحكينا القصة من طقطق للسلام عليكم. أنتوا اتنين اللي خططتوا؟ لا، ما كان في خطة، ولا ما كان في خطة. أكرم عمله لحاله، أنا كنت بأنطاليا، راح لمكتبه وصار يهدده بسلاح تبعه، نزلوه بالزور على أبوه، بعدين كملي، شو صار؟ صار يعذبه ما هيك؟ كان بس بده ياخد رقم الخزنة، ولما أخده قتله، والزلمة التاني إجا بالصدفة، ولما شافه قتله كمان، وما كان في فرصة مشان يرجع ياخد التاني. والله وأنا ما كان بدي يصير كل هذا الشيء، أنا بس كان بدي أهرب، كنت رح تفهموا علي إن شاء الله، ولا كنت عموت. أهلا، رجاء تهدي شوي، هلأ الشباب رح يجهزوا الإفادة تبعك مشان توقع عليها.